مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلاتنا السعيده. وتعالوا على طول نبتدي رحلتنا ونتعرف على الاسرتين اللي منورينا النهارده. معانا النهارده الاستاذ عمر، صح كده؟ عرفنا على نفسك، قول لنا بقى انت عندك كام سنه وايه هوايتك وكده. انا اسمي عمر، عندي 9 سنين في جريد 4. هوايتي بحب ارسم. يا ولد فنان. وبحب اغني. بتغني في حته ولا بتغني في البيت؟ لا بغني في كل حته. في كل حته؟ اه يا حبيبي ده فنان بجد. اوكي عندليب. ها ماشي. وبس. وبس دي حاجات كتيره قوي وحلوه قوي. ماشي. واختك توامتك صح؟ اه. الله. قولي لي بقى. انا ملك، عندي 9 سنين في جريد 4. اه بحب. انت مكسوفه؟ ما انت كنت زي الفل. شيلي ايديكي كده وقفي كده وخدي نفس عميق وقولي لي بقى بتحبي تعملي ايه. بحب اغني و وايه بتحبي؟ ايه بتحبي؟ السباحه. بحب السباحه. وضحكتك حلوه قوي. ومتوتره شويه صح؟ هنفك التوتر ده مع بعض. ماشي. ماما انا نرمين. اه مهندس بترول. اه اهلا وسهلا. مهندسه. محمد رمزي. سينيور كنترولر، محاسب يعني. محاسب ارقام وكده. اوكي طيب معانا الاسره الثانيه اللي هنتعرف عليها برضو، الاستاذه ايه؟ ايسل. انا بقول ايسل فانت بتقولي مش ايسل. انت اسمك ايه؟ ايسل. ايسل؟ لا ايسن. ايسن يعني ايه ايسن بقى؟ يعني قمر. يعني قمر. وانت قمر عامله ايه؟ قمر كويس. قولي لي بقى عرفينا على نفسك ارجوك. اسمي ايسن وعندي 7 سنين في برايمري 1. وكمان من هواياتي اني ارسم برضو والون. الله. هواياتي اني اغني. اه. ومن هواياتي العب جمباز. بس انتوا كلكم بتحبوا النهارده ترسموا وتلونوا وتغنوا، دي حلقه فنيه جدا. ماشي اوكي هنشوف بقى نعمل ايه في الحلقه دي. اختك اسمها بيرلا. ازيك يا بيرلا؟ الحمد لله. اتفضلي عرفيني على نفسك. انا اسمي بيرلا وعندي 9 سنين في برايمري 4. وبحب الرسم قوي وبحب العب بيانو. اه كمان اغني. الله. بتدربي بتلعبي بيانو؟ الله. بتاخدي دروس يعني؟ بتعرفي تقري نوته ولا لسه؟ اه لسه. اه يا ولد ده احنا عندنا محترفين. نايس. ماما انا اسمي سمر اكرم، عندي 34 سنه. ما شاء الله. ايه الثقه دي؟ الله اكبر. بتشتغلي ايه؟ دكتوره في وزاره الصحه، دكتوره صيدلانيه. اه اهلا وسهلا يا دكتوره. لسه تم ال 34، حاجه جميله يعني. حاجه جميله طبعا. دي جميله قوي. اوكي. اسلام الغرباوي، 36 سنه، اكسبورت مانجر. اوكي اكسبورت. اكسبورت مانجر. اه في ايه اخبار الاكسبورت ايه اصلا؟ زي الفل الحمد لله. والنبي انت جميل. طيب يلا بينا نبدا على طول. ماشي. واحنا واقفين كده برضو انا احب اعرف انتم متعرفين على بعض وقاعدين مع بعض قد ايه في البيت، فهسالكم كده شويه اسئله نعرف التعارف اخباره ايه. اوكي. نايمين قوي بس هفوقكم حالا قوي. محمد قول لي ايه اكتر حاجه عمر بيحب يسمعها، اكتر اغنيه بيحب يسمعها؟ هو في الاغنيه بتاعت اللي هي الكرتون اللي هو بيحب يتفرج عليه ده، انا مش عارف اسمها. لا ايه بقى؟ اتحاد القوة حاجه كده، انا مش قاعد معاكم في البيت. ده اعترف من قبل اي حاجه. ده لوحده قال طب بصي انا مش قاعد معاهم في البيت ليه كده. هو اغنيه احمد مكي، يعني هو في اغنيه ثانيه احمد مكي ويجز اقوى ميكس ده بيحبها جدا. انت بتحب دي؟ اه. اسلام قول لي ايه اكتر اغنيه بتحب تغنيها الاستاذه ايسن؟ ايسن بتحب ما انتش قد الحب يا قلبي. بجد؟ اه بجد؟ طب ايه ده انا عايزه حته والنبي والنبي بسرعه. يلا قولي. ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكايته. ليه عايزني من دلوقتي احكي لك حكايته. ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكايته. ليه عايزني من دلوقتي احكي لك حكايته. مش كل كتاب يا قلبي فالحب ينقرا. وقلت لك 100 مره انا قلت لك 100 مره انا لسه انا لسه انا لسه صغيره انا لسه صغيره. الله. والنبي حلوه وطعمه. طب ماما قولي لي ايه اكتر اكله بتحبها ملك؟ ملك بتحب المكرونه بشاميل. بجد يا ملوكه؟ ماشي ملوكه جميله قوي وجايه معاكم في اي حاجه. ماما قولي لي ايه اكتر اغنيه مش بتحبها او نوع مزيكا مش بتحب تسمعه بيرلا؟ اي حاجه شعبي. بجد يا بيرلا؟ خالص خالص. ها
فنانه. ما خدتش على كده. بتعزف بيانو. اه ايوه بالظبط. بتعزف بيانو ونوته. اي حاجه فيها دب كتير مش معاها. ما اعرفش هي ما بيانو ما واضح. اوكي عمر قول لي بقى يا عمر، بابا محمد ايه دايما الجمله الحلوه اللي بيقولها لماما؟ يا مفيش ما بسمعش. ليه كده يا بابا؟ ليه الولد ما بيسمعش؟ يعني ما بتسمعوش كلمه حلوه؟ لا انا بسمع. هو لا ما بتسمعوش يعني قدامه وهي بتقولش لماما كلمه حلوه قدام الولاد؟ بنقول لها شكرا تسلم ايديكي ساعدوا ماما. بصي وصلك ازاي؟ يعني احنا تملي بنقول لهم ساعدوا ماما، دي الجمله الحلوه اللي ماما بتحب تسمعها. لو ما بيعملوهاش. طب انت بتساعدها طيب؟ انا بساعدها. اوكي. طب عمر ده الكلام ده ايه؟ بتسمع شكرا وحاجات كده صح؟ تسلم ايديكي. شكرا، الحاجات دي حلوه برضه. هو حاسس انه يعني بس مش هو ده الكلام الحلو، انا معاك يا عمر. عامة يعني، اوكي. قولي لي يا استاذة ايسن، مين أكتر حد ماما بتكلمه في التليفون؟ بابا. بابا؟ هو بابا مش قاعد بقى معاكم فماما بتكلمه طول الوقت في التليفون. اوكي ماشي. قولي لي يا استاذه ملوكة، مين اكتر حد عمر بيحبه في اصحابه؟ ولد اسمه ياسين. ياسين فعلا يا عمر؟ عمر ما فيش حد عارفك في الاسره دي؟ انت ايه ده؟ انا ماليش دعوه بيه. انا انت توأمته، انت المفروض تبقي عارفه كل حاجه عنه. انا ما اعرفش. ما تعرفيش خالص؟ طب انت عارف الباست فريند بتاعتها مين؟ عندي كتير، عندها خمسة مثلا. عارف اساميهم؟ انا استني انا عايزه بساله هو، عايزه اعرف عارفك قد ايه. عندها رنا وليلي وكندا ورومانا وجايده وفريده. عارفهم انت كلهم؟ والله انت جميل واخد بالك. قولي لي يا استاذه بيرلا، ايه اكتر اغنيه ايسن لما بيقولها غنيها ما بتحبش تغنيها؟ ايه؟ قولي ما تتكسفيش. انا بتحب تغني كل حاجه. شاطره يا ايسوني.